شو موضح شايفك لحالي؟ تقبرني هلأ البيت كان مليان حريق، جايين يهنوني بسلامة وضاح. الله يكتر المحبين إلك. جاف الفواكه هذا مين مشكلسه ومرتبه إيه؟ هذا شغل بنت أخي رويدة، تقبرني شو مرتبة ومزوقة. وهذا الجات عملت لك يا إلك خص نص. خص نص لي؟ إيه، وقالت بس يجي عمي أبو وضاح من الشغل بيلاقي جاهز وبيأكل وبتفتح نفسه. والله شي بيفتح النفس. تعي معي كلي لك حبة فواكه. تعي. ما بدي أكل هلأ، شغلي ما عاد يعجبك وشغل رويدة صار بيفتح النفس. شو موضح شايفك غرتي. لك أنا حبيت شغلها لأنه اسمها على اسمك، مو بس هيك طالعة إليك كمان مرتبة ومتقنة وما شاء الله حولها وحواليها. ابن عمي أنا بحبها كتير لرويدة، شو رأيك نخطبها لوضاح؟ يا حبيبي نحن برويدة واحدة مخالصين، شلون ما يصيروا تنتين ولي؟ بالله شو؟ إيه بلاها لكان. لك رؤي يسلم لي النقوزي، أنا عم أمزح معي. لك أنا شو عيشتي من غيرك؟ 30 سنة صرنا متجوزين، علي ما علي ما بتهنى لي اللقمة إلا من تحت إيديكي، ووعي إذا ما لبستيني إياهم ما بطيقهم على بدني. لك عادي الله يخلي لي إياكي ولا يحرمني منك. لك شو عيشتي بلاكي أنا؟ والله عدم. هيك اعترف. لك طول حياتي معترف، غصبا عني معترف. لا خلينا ناخذ له اياها لوضاح، شو بدي احسن من هالرويدة؟ ما شاء الله اصل وحسب ونسب واسمع على اسمك، الله لا يحرمني هالاسم. لك ان شاء الله بتسلمي لقلبي على هالركان. اي والله والله عمك ابو وضاح ما يشوف جات هالفواكه ليطير عقله. والله تاريخ شاغل الحارة كلها، رجال وحريم وصبايا. وانتي شو عرفك؟ شلون شو بيعرفني؟ إذا نسوان الحارة كلها اجوا هنوا أمك بسلامتك، والرجال عم يهنوا أبوك، والصبايا عم يهنوني. نيالك قديش غالي على هالناس. تعرف إنه في ناس ما عم يناموا الليل من خوفهم علي؟ ما عم يناموا الليل من خوفهم علي؟ إلا كان، إيش مفكر حالك قليل؟ ومين هدول بقى؟ ما بقلك. سميحة شو بتعطيني لقلك؟ ليش في شي مرة بخلت عليكي أنا وطلبتي طلب وما لبيت لك يا؟ هو يعني وللحق والله أنت مالك مقصر علي، الله لا يحرمني منك. إيه والله مين هي؟ بحكي بس بطوق دهب. لعيونك أحلى طوق دهب. رويدة بنت خالك أبو عبدو. إيه وشو قالت لك كمان؟ لا هي أسرار بنات وأنا مأمنة إني ما أحكي، والأمانة صعبة. بس في وحدة تانية مشغول بالها كتير كتير عليك. منو هي؟ ولا يكون بدك طوق دهب تاني؟ لا هي عن جد بدها طوق دهب. منو هي؟ زكية بنت خالك أبو صفوان. سميحة بلا مسخرة بالله بلا هالسيرة. هلأ بس تشوف الجات تنفتح قابلتك. حاضر يا بي. يلا بدك تشد لي حيلك، ناويين نخطب لك إن شاء الله يا بي. أمك منشنتلك على عروس بنت حلال، ولازم نحكي بالبنت لأنه البنت المنيحة بهالأيام تنفق دغري. بس مو بكير عجواز؟ لا مو بكير يا بي، مو بكير. بنت الحلال مو كل يوم بيلاقيها الواحد. بعدين بدنا نفرح فيك ونشوف أولادك على إيديك قبل ما نموت يا بي. الله يطولنا بعمركم يا بي. لك يا بي زمامتنا اليوم لنموت بكرة. ما بدك تعرفين هاي البنت؟ مين هي؟ على أساس إنك ما بتعرف يعني. ما بعرف يا بي مين هي. وضاح على أمان يا فرعون. مين هي يا بي؟ بنت خالك أبو عبدو، شو رأيك فيها؟ إيه يعني بنت خالي أحسن من حدا غيرها، مهم تكون عجبتكم يا بي. ماشي يا بي ماشي. إن شاء الله إلهي عبال لما بتفرحي بصفوان يا حق. وانتي كمان الله يفرحك بنصري. اه منيني حسره. اي والله حب على قلبي اليوم قبل بكره، بس هو يقبر قلبي ما عم يعجبه العجب ولا الحنيه برجع. كل ما بارجي وحده بيطالع لي فيا 100 عله وعله. هلا نصري هذا القصير اللي ما بيطلع شبرو نص قال مو عاجبته ولا وحده. اسكتي وليه يبلاكي بقطع لسانك. قومي على اوضتك. ايش قومي انا يوم يحاكيكي الحكيم ما يلاقي لك دواء. قومي على اوضتك. قال مثل ما قال المثل. يي قولوا وقت. قومي قومي. ايه وينك ام صفوان؟ تركيا تقبريني تركيا صغيرة لسه ما عم تعرف شو عم تحكي. يبعت لها حمى
قال صغيرة قال والله عم تنخطب يا أم نصري. مين عم يختبط قبريني؟ إن شاء الله ألف مبروك. والله عمتها أم وضاح طاير عقلها فيها وبدها تخطبها لابنها وضاح. أم وضاح؟ إيه. ليش وين رح تلاقي عروس بجمالها وحلاوتها وتقانتها؟ إيه بس يا خالي أم صفوان، أنا سمعت إنه أم وضاح بدها تخطب لابنها رويدة بنت أبو عبده. بنت أبو عبده؟ إيه، ويمكن اليوم أو بكرة يروحوا يقروا فاتحتها. يقروا فاتحتها؟ يبنيكي بحمها يا بنيتي، لك شو دخلك أنت؟ بركي الجماعة بحبوا القصة تضل مستورة. إيه معلشي معلشي تقبريني، رويدة ولا زكية بنات عم ما في فرق بيناتهم. مزبوط، يلا تقبريني نحن رح نقول لك خاطرك. قاعدين والله قاعدين. إن شاء الله بتقعد على قلبك العافية يا خاطرك. الله يسلمك الله يسلمك، مع السلامة. هيك لكان يا أم وضاح، شو عليه؟ وانتو سمعتوها وهي عم تقول لمرت الشيخ لا تنسي لي موضوع وضاح؟ ايه والله معناتها لازم اقول لأمي لتقوم هي تعمل لها شي شغلة لأخي تروح لنا. يا لطيف الله يحمي وبعد عن ولاد الحرام. سميحة ببوس ايدك ها، قولي لعمتي ما تجيب سيرتي. لا لا خلص ولا يهمك. سميحة هلأ زيارة بيت أبو خير ولعندكم كانت زيارة عادية ولا كان في من وراها إنه؟ ما بعرف والله. اسمع انت اليوم لازم تروح تخطب رويدة بنت اخوك لابنك صفوان، سامع شو عم اقول لها؟ رويدة بنت اخي؟ ايه بنت اخوك. وشو عادة ما بدا؟ ما على طول كنت اقول لك خلينا نجوز رويدة لصفوان، تقولي لي لا، هي شرنة وبشعة وما خرج، بدي جوزه بنت اختي. هلا ايمنا من بنت اختي؟ البنت حلوة ومعدلة وطلابها كتار ونحن أولى فيها، بنت عمه من لحمه ودمه. بعدين أنا فكرت بحكيك لقيت معك حق، بنت أخوك أحسن من بنت أختي. غريب، إيه أنت بحياتك ما حكيتي عن بنت أخي إنه حلوة ومعدلة؟ هلأ هذا كان زمان، هلأ كبرت وحليت ولازم ما نروحها من إيدنا. إيه سبحان اللي بيغير وما بتغير، ما طول عمرك بتقولي إنك ما بتطيقيها. يا سيدي كنت غلطاني وما كنت شايفتها منيح. خلص بكره بشوف اخي ابو عبده وبحكي معه بالموضوع. لا مو بكره، اليوم اليوم بدك تحكي معه وتنهي لي القصه على الاخر. او ليش مستعجله كلها؟ لا هيك انت ساوي مثل ما عم اقول لها. خلص الله يقدم اللي فيه الخير، انا اليوم بعد صلاه العشاء بحكي مع اخي ابو عبده. بس ما اخذنا راي صفوان نديله. صفوان ماله هون، بس هو رايدة بده اياها. الله يخلينا ياك يا حنوني، لك والله أنا قلبي حاسسني إنك بتحبي كل أهلي وقرايبيني، بس بتضلي بتكابري.